مرحبا، اليوم نستخدم كويا لغسل وتنشيف الزوالي والكاربد والأرضيات. حتى نستخدمه للغسل لازم نخلي بهذا الخزان ماء ومنظفات لحد هذا الخط ماكس. بعد ما خلينا ماء ومنظفات للخزان، هسه راح نرجع الخزان لمكانه، ودائما نحرص ان يكون هذا السدات مسدود باحكام. وهسه راح نبدي نغسل السجاد، وبمجرد ما ضغطنا على هذا الزناد راح تضخ ماء ومنظفات وراح تبدي تغسل وتسحب الاوساخ، وبوراها راح تنشفها تنشيف موقعي. نعم، تنشيف موقعي، لان كويا بها هيتر هواء حراري ذات هواء حار جدا، يمكن بواسطتها تنشيف السجاد والارضيات ايضا. ملاحظة، من ينملي هذا الخزان الحد ماكس راح الجهاز يفصل اوتوماتيكيا حفاظا على سلامة الجهاز. ودائما لاحظوا خلف الخزان جمع الاوساخ اكو هذا الفلتر الاسفنجي، نظفوه واغسلوه ورجعوه بمكانه. من نريد نغسل الارضيات بواسطة الماء والمنظفات لازم تبديل الشفقة ونخلي الشفقة الخاصة بالارضيات. ملاحظة، من نغسل الارضيات غسل بالماء والمنظفات لازم نخلي هاي الماسحة جوا بمكانها المخصص، ولازم نوخرها اذا ردنا نغسل السجاد، فقط نخليها عندما نغسل الارضيات الكاشي. نبدي نغسل الارضيات الكاشي، بمجرد ما نضغط على هذا الزناد الاصفر راح يبدي كويا يضخ ماء ومنظفات، وبواسطة الفرشات الدوارة راح تقدر الخادمة اليابانية ان تنظف الارضيات وتسحب الاوساخ. وراها راح نشغل الهيتر ونبدي نجفف الارضيات. عند التجفيف لازم ما نضغط على هذا الزناد حتى تشتغل الخادمة اليابانية كمجففة فقط. تجي مع الخادمة اليابانية هذه الأداة الضرورية جدا، وهي لتنظيف الشفقات واليد الدوارة من الأوساخ وبسهولة. لاحظوا التنظيف بواسطتها سهل جدا، ولتنظيف هاي المنطقة يمكنكم تنظيفها بواسطة قطعة قماش مبللة، وما يجوز نعرضها إلى الماء بشكل مباشر ويدخل الماء عبر هذه الفتحات. وبالنسبة للفرشة الدوارة يمكنكم تنظيفها بواسطة مشط أو فرشات أخرى.